في مسند الإمام أحمد والطبراني من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. معنى هذا الحديث والله أعلم أنه لا يقص للناس إلا من كان أميرا، فإنه ليس له ما يدعوه إلى الزيادة أو النقصان في قصصه، أو مأمور يعني أمره الحاكم بذلك، أو مختال وهو الذي يريد أن يكون له قدر وشأن، ولذلك ضبطت أو محتال، مع أن رواية الجمهور مختال، وعند الدارمي أو مرائٍ.